من بغداد مراسل الغد مصطفى القطان. إذن مصطفى، قبيل صدور نتائج المحكمة الاتحادية بخصوص التصديق على الانتخابات من عدمه، كيف تبدو الصورة في بغداد؟ يعني لا يزال التوتر حتى الآن هو سيد الموقف في مختلف مناطق العاصمة العراقية بغداد، خصوصا في مركز العاصفة السياسية إن صح التعبير في المنطقة الخضراء التي أغلقت بواباتها منذ الساعات الأولى لصباح هذا اليوم. قوات الأمن العراقية في تلك المنطقة مستنفرة بشكل كامل، وهنالك حتى قبل قليل بالقرب من مجلس القضاء الأعلى حدث نوع من الاحتكاك بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية، تحديدا قوات حفظ النظام أو مكافحة الشغب، التي قامت بدفع عدد من المتظاهرين وكذلك استخدمت الهروات من أجل دفعهم بعيدا عن هذه البوابة، باعتبار أن الاقتراب من مجلس القضاء الأعلى من المحكمة الاتحادية من مداخل المنطقة الخضراء أو الدخول إليها هو أمر مرفوض تماما من قبل قوات الأمن العراقية، التي لا تريد لمن يتجمهرون في تلك المناطق من عبور الحواجز الأمنية والدخول إلى داخل المنطقة الخضراء، باعتبار أن اليوم جميع الأجهزة الأمنية العراقية تتوقع أن يكون هنالك تصعيد بالتزامن مع استعداد المحكمة الاتحادية إصدار قرارها الخاص بالمصادقة على نتائج انتخابات من عدمه. وهذا التصعيد كان قد بات واضحا منذ مساء يوم أمس أثناء تحرك بعض القوات العسكرية والأرتال العسكرية، التي لا تعلم حتى هذه اللحظة ولا تعرف حتى هذه اللحظة عائديتها أو الجهة التي تنتمي إليها، التي دخلت إلى بغداد كنوع من التصعيد بعد اجتماع كان للإطار التنسيقي في منزل القيادي في الإطار التنسيقي نوري المالكي. وبالتالي اليوم جميع الخيارات مفتوحة للتصعيد، باعتبار أن هنالك بالفعل نية من أجل أن تكون هنالك ربما تصعيد من قبل الكتل والأحزاب الخاسرة من أجل الضغط على المحكمة الاتحادية. المحكمة الاتحادية أجلت مرتين إصدار حكم في طعني العامري، هل بات مؤكدا يعني بعد هذا المشهد الذي رأيناه في بغداد وهذا التوتر، هل بات مؤكدا أنها اليوم ستصدر هذا الحكم، سواء كان بالتصديق الجزئي على نتائج هذه الانتخابات أو التصديق الكلي على نتائج الانتخابات؟ يعني اليوم هو منتصف، حتى هذه اللحظة هو منتصف النهار في العاصمة العراقية بغداد، ولا يوجد أي اجتماع للمحكمة الاتحادية، لم تعقد الجلسة الخاصة بالمصادقة على نتائج الانتخابات. هذا يفسره الكثيرون على أن هنالك ضغوطات كبيرة تتعرض لها المحكمة الاتحادية من قبل جهات سياسية متنفذة في العراق من أجل تأجيل إعلان نتائج الانتخابات أو ربما تغيير قرار المحكمة الاتحادية، وهو ما كان ربما السبب بحسب الكثيرين في تأجيل إصدار القرار من المحكمة الاتحادية في أكثر من مناسبة حتى الوصول إلى هذا اليوم. لكن اليوم المحكمة الاتحادية أمام ضغط من ناحية الوقت، باعتبار أن هنالك توقيتات يجب على المحكمة الاتحادية أن لا تتجاوزها. مسألة المصادقة على نتائج الانتخابات سوف تقوم بإنهاء ولو نظريا مسألة الانتخابات ونتائجها وكذلك الطعون وتهم التزوير التي حدثت في الانتخابات من قبل الأحزاب الخاسرة، لكن ليس بالضرورة أن تنهي الصراع السياسي الحاصل الآن. وربما ما يحدث اليوم في العاصمة العراقية بغداد من تظاهرات بالقرب من المنطقة الخضراء وكذلك بعض التحركات العسكرية التي شهدتها العاصمة مساء يوم أمس تؤكد بأن للحديث بقية فيما يخص الانتخابات، وأن حتى قرار المصادقة على نتائج الانتخابات لا يعني بالضرورة بأن هذه المشكلة سوف تطوى وأن القوى السياسية سوف تمضي قدما في تشكيل. طب هل هذا معناه يا مصطفى أن أيا كان القرار، ودعنا نقول إذا تمت المصادقة على قرار المحكمة، إذا تمت المصادقة على نتائج الانتخابات، هل هذا معناه أنه سيكون هناك جلوس كل هذه الأحزاب على طاولة للحوار، أم ربما سيتعقد المشهد لعرقلة أيضا الجلسة الأولى للبرلمان؟ يعني ما يحدث في الشارع يؤكد بأن هنالك سوف يكون تصعيد كيفما كانت النتيجة من المحكمة الاتحادية، لكن على مستوى البيانات والتصريحات الرسمية حتى الإطار التنسيقي الرافض لنتائج الانتخابات والذي قدم طعونا للمحكمة الاتحادية ذكر هو الآخر بأنه سيلتزم بقرار المحكمة الاتحادية الذي سيصدر منها كيفما كان، وسوف يكون ملتزما بالقرارات القضائية. لكن كل هذه البيانات وكذلك التحركات على الأرض سوف تكون أكثر وضوحا وستبين مصداقية البيانات أم التحركات في الشارع بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي ينتظره الكثيرون والذي حتى هذه اللحظة لم يصدر إلى العيان وإلى الملأ. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات من بغداد، مراسل الغد مصطفى القطان.